بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ، وعلى الله نتوكل في بداية دورة التحصيل أدبي لهذا العام. نبدأ باللغة العربية، الكفايات اللغوية أو ما تسمونه النحو أو اللغة العربية عندكم. هذه مثل كما يقولون مشكلة المشاكل عند البنات، دائما يكون عندهم مشكلة من إيش؟ من اللغة العربية أو من المواريث أو من النحو والبلاغة والأدب. وقد يكون بعض الناس عندها مشكلة في التاريخ، وبعض الناس عندها مشكلة في الحفظ، وبعض الناس ما عندها مشكلة في النحو وغيره. بإذن الله رب العالمين سنبدأ هذه الدورة كما كنا العام الماضي، وكما حققنا فيها نجاحا مبهرا. تكرر عندنا الحمد لله 100%، طالبات حصلوا على 100% كثير، اللهم لك الحمد، و98 و99 و97 و95 لين 80، يعني ماشي من 80 لين 100 بالترتيب كده، 80 لين 100%، اللهم لك الحمد. بعض اللمحات قبل أن نبدأ، طالب منكم بس يا أميرات الحضور المباشر معي، عدم الاستعجال، سأوفيكم بكل ما يخص التحصيل الأدبي، كل ما يخصكم، كل ما تهتمون به من شرح مباشر، من كوزات على التليجرام إن شاء الله، كل ما ناخذ شيء بنعمل عليه اختبارات، ومن روابط برضو اختبارات، لما ناخذ أكثر من درس بنرسل رابط اختبار، ومن كمان ملفات وكتب، واللهم صل على محمد، ملخصات وحاجات، يعني كل ما يخص التحصيل الأدبي. بمعنى أصح إذا اعتمدت على هذه الدورة وفقط، يعني حتى ما دخلت أي جروب تاني، بإذن الله رب العالمين أضمن لكم وأضمن لكل ملتزم معنا 100%. أنا أشرح على هذا الباب، أنا أشرح على اللي تحتاج 100%. طيب بعض الناس يقولوا فهمنا شوي على في النحو، وترى ما تأسسنا في النحو ما نعرف كذا. أنا ببدأ كأن والله بتعامل كأن اللي قدامي، يعني طبعا احترام للجميع، بشرح كأن اللي قدامي ما عرف شيء في النحو، فهنشرح من الصفر كما يقولون، وهنعيد وهنزيد وهنراجع مع نهاية كل قسم، هنراجع بإذن الله رب العالمين. المطلوب هنتابع الشرح المباشر بإذن الله رب العالمين، حنحفظ الشرح وحنرسله لكم، اللهم صل على محمد، وحل الكوزات اللي حنرسلها وفقط. بداية أقسام الكلام، أنا من شوية المقدمة اللي قلتها هذه كلام، هذا كلام، ما هي أقسام الكلام؟ يعني اسم، فعل، وحرف. أي كلام في الدنيا، أي كلام حنتكلمه، إما أن يكون اسم أو فعل أو حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. يبقى أنواع الكلام ثلاثة، إما تكون اسم، وإما يكون فعل، وإما يكون حرف. يبقى إذا ورد علينا أي كلام وسألنا هذه الكلمة عبارة عن إيش، إما نقول أنها اسم أو فعل أو حرف، ما في غير كذا. يبقى أقسام الكلام ثلاثة، الاسم هذا واحد، الفعل هذا اثنين، الحرف ثلاثة. صاحب الألفية يقول كلامنا لفظ مفيد،
يعني كلام مفيد مفهوم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. يعني ايش؟ واحد بيأمر واحد يقول له استقم، اكتب، افهم معي، ركز معي، ذاكر. كلامنا لفظ مفيد، كلمة مفيدة، كاستقم مثل الفعل استقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني يا إما اسم يا إما فعل يا إما حرف. يبقى تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام، اسم فعل حرف. طيب الآن نبي نعرف يعني إيش اسم. الاسم نفس الشيء المتبادر إلى أذهاننا الآن. شو اسمك؟ سارة، نورة، هدى، محمد، سعد، فهد، مكة، جدة، الرياض، الدمام، الخرج. هذه أسماء كلها. يعني قد يكون اسم إنسان مثل ما قلنا سارة، نورة، هدى، موضي، فهد، سعد، هذا اسم إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. وانتم بكرامة، أو اسم حيوان مثل أسد، فهد، ضبع، قطة، أو جماد مثل سيارة، باب، بيت. ومنها البلاد، يعني الرياض، الخرج، الدمام، جدة، طائف، وهكذا. المدينة. باختصار الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه. يعني لما نقول جدة، في أحد يقول لي يعني إيش جدة؟ حنقول هذا الإنسان معتوه. واحد يقول إيش مكة؟ ينفع نقول يعني إيش مكة؟ وش تقصد بمكة؟ مكة، جدة، الطائف، سارة، نورة، هدى، منى، تالة، فهد، سعد. مجرد أن نقول هذا الاسم معروف إن هذا اسم أميرة، اسم رجل، اسم بنت، اسم منزل، اسم اللهم صل على محمد، اسم محافظة، الخرج، الرياض، ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. يعني مكة ما تفرق، مكة من 20 سنة أو من 1400 سنة من كلمة مكة الآن هي اسم. سارة ما تفرق كلمة سارة من 100 سنة من الآن، يعني ما لها دخل في الزمن. النحو يعتمد كثيرا على الفهم، لذلك تلاقي الناس اللي بتعتمد على كتاب فقط وتحفظ وتحفظ وتحفظ، ممكن تحفظ وتجي تحل المسكينة ما تقدر تطبق. وكما قلت سابقاً العام الماضي، أكثر من 60% في الاختبار بيكون عبارة عن لغة عربية. في ناس إيش بتسوي؟ بتيجي بتذاكر الحاجة اللي بتفهم فيها. يعني في ناس بتحب الفقه والتوحيد والحديث والتاريخ والحديث، تحفظها، بيمشي الحال فيها حفظها هذا. لكن المسكينة مثلاً ما تقدر على البلاغة ولا النحو ولا كذا، ما بتفهمها، فتتركها. تروح بعينها حفظة أكثر من ثلثي الاختبار، لكن تروح تقول الاختبار كله، والله الاختبار كله لغة عربية يا بنات. هذه الكلمة راح تسمعها كتير، والله يا بنات الاختبار كله لغة عربية. هو مو بكله، لكن راح تحصلي معظم الاختبار لغة عربية. بمعنى لازم نفهم، لازم نفهم كثير كثير في اللغة العربية. يعني عندنا نحو، بلاغة، أدب، كل هذا
ومعظم الفقه كل هذا لابد أن نفهمه مثل اسمنا فهم. الكلمة فيه راح تفرق معنا، الكلمة في السطر الواحد بتفرق معنا إذا ما فهمناها والله العظيم. طيب عرفنا الاسم يعني إيش؟ من علامات الاسم إيش؟ كل شيء له علامة. يعني جوالك حط له رقم سري اللي هي عبارة عن الخطوط هذه وكذا، هذه علامة، علامة أن جوالك هذا، أو علامة أنك المستخدم لهذا الجوال. من علامات الاسم يعني العلامات اللي تدل أن هذا اسم قبوله الجر. قبوله إيش؟ الجر، أن يقبل حرف الجر، يقبل أن يدخل عليه حرف الجر. مثلا نقول احنا قلنا مكة اسم، لما ندخل حروف الجر، وش هي حروف الجر؟ راح ناخذ ان شاء الله لا تستعجلوا، النحو يعتمد كله على بعضه، فلا تستعجلوا اللي ما حافظ حروف الجر ولا حروف النصب ولا كذا بتجينا ان شاء الله. حروف الجر هي ايش؟ من، الى، عن، على، في، احفظها كده، من، الى، عن، على، في، والباء والكاف واللام، من، الى، عن، على، في، والباء والكاف واللام، هذه حروف الجر، ستأتي لاحقا ان شاء الله. علشان يكون اسم لابد ان يقبل حروف الجر. يعني كلمة مكة عشان نعرف انها حرف جر، انها اسم، نجرب ندخل عليها حرف الجر. أنا في مكة، مكة في حرف جر، ندخل في على مكة. أنا في مكة، الجملة سليمة؟ هي سليمة، يبقى كلمة مكة اسم. أنا بمكة، الباء حرف جر، يبقى مكة اسم. مررت على مكة، أنا كنت في جدة ومريت على مكة، أو كنت في الطائف ومريت على مكة، مررت على مكة، يبقى هنا قبلت حرف الجر. يبقى أول علامة من علامات الاسم قبوله دخول حرف الجر عليه. هنا يجينا سؤال وأسئلة زي كده كتير، يقول من علامات الاسم قبول تاء التأنيس، قبول تاء الفاعل، قبول دخول حرف الجر عليه، اتصال ياء المخاطبة به. هنقول دخول حرف الجر عليه، هنا الجر. طبعا برضو نصيحة، بعض الناس بيذاكر الأسئلة بس، فيهمل الهامش. الهامش هذا هو الأساس. لاحظوا أنا قاعد يشرح من هنا، تمام؟ على هذه الأدواح 2 3 4 5 5 أسطر جاب سؤال واحد. لا ده احنا مطلوب مننا واحنا بنذاكر بنحط أسئلة كتير على كده، وفي التليجرام بحط لكم أسئلة زي كده. يعني حاطين على الجر، لا ده ممكن في الاختبار بيجيب على التنوين، وبيجيب على النداء، وبيجيب عن دخول آل التعريف. تمام؟ يبقى من علامات الاسم أول علامة عليه دخول حرف الجر عليه. ثاني شيء التنوين. يعني إيش تنوين؟ التنوين هو نون ساكنة تنطق فقط. يعني عبارة عن إيش؟ يعني عبارة عن ضمتين أو كسرتين أو فتحتين، ويكون معنا الألف الزائدة حقت اللي هي التنوين بالفتح كده. نقول مثلا طالب، 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 طالبا، تمام؟ يبقى من علامات الاسم الجر التنوين، النداء.
ثالث شيء النداء. يا سارة لو سمحت جيب الشاحن، يا نورة يلا الدكتور بدأ، يا أي اسم لابد أن يقبل النداء؟ احنا بننادي الاسم، بننادي الناس، احنا ما بننادي الجماد، بننادي الإنسان. حتى في الشعر يقول ايش؟ يا دار ميح، الشاعر ينادي، بنادي مين؟ بنادي الديار، هذه كناية وحاجات زي كده. يا دار ميح، يا فهد، يا سارة، يا نورة، يا هدى، يا، هذا نداء. يبقى من علامات الاسم، يجينا كده سؤال من علامات الاسم، يعطينا أي خيارات، بس أهم شيء الخيار إيش؟ قبوله النداء، هذه صحيحة. يجينا سؤال ثالث من علامات الاسم ويعطينا خيارات، وإحنا يكون منها دخول آل التعريف عليه. طيب آل التعريف اللي هي إيش بالضبط؟ آل التعريف اللي هي عبارة عن تعالوا نجربه كذا. كلمة طالب لما ندخل عليها آل التعريف اللي هي نقول الطالب، فتاة، الفتاة، سيارة، ندخل عليها آل التعريف السيارة، كتاب، ندخل عليها آل التعريف تكون الكتاب. يبقى حاليا في سطرين من اللي احنا شرحناهم قد يأتينا كم سؤال، شوفوا كده، يجينا سؤال زي كده: ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن؟ هو الاسم، الفعل، الحرف، الظرف. ناخذ الاسم، هذا سؤال. يجينا سؤال ثاني: من علامات الاسم قبول تاء التأنيس، قبول تاء الفاعل، اتصال ياء المخاطبة، دخول حرف الجر عليه. ناخذ دخول حرف الجر عليه. يجينا سؤال رابع: من علامات الاسم قبول تاء التأنيس، قبول تاء الفاعل، اتصال ياء المخاطب عليه، قبوله التنوين. نختار قبوله التنوين. يجينا سؤال خامس على هذه السطرين: من علامات الاسم قبول تاء التأنيث، قبول تاء الفاعل، اتصال ياء المخاطبة، وطبعا قد تكون خيارات ثانية بس غير صحيحة، تمام؟ النداء. يبقى راح نختار ايش؟ النداء. يجينا سؤال سادس هنا: من علامات الاسم قبول تاء التأنيث، قبول تاء الفاعل، اتصال ياء المخاطبة، دخول آل التعريف عليه. ناخذ دخول آل التعريف عليه. طيب يجينا سؤال سابع وثامن وعاشر على السطرين هذول: إيه أي الكلمات التالية أسماء؟ هذا اسم، السؤال هذا على السطرين الثلاثة اللي احنا شرحناهم هذول: أي الكلمات التالية أسماء؟ اسمع، اسمع، واحد بيتكلم معصب يقول لك اسمع، فلان هذا بيسمع كلام الناس، اسمع، هذا فعل أمر، فلان مش طيب وكذا لكن بيسمع كلام الناس، يسمع فعل، يبقى هدول نستبعدهم. طيب سامع، سميع، هذه هي أسماء، سامع وسميع. سميع صيغة مبالغة واسم من أسماء الله الحسنى السميع، تمام؟ هذا السؤال على السطرين هدول. طيب يجينا: أي من التالي أسماء؟ يأكل، يشرب، يرسم، يزيد. لاحظوا كلها فيها ياء 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 ياء، لكن الكلمة الوحيدة اللي اسم هنا يزيد، وهكذا. فإحنا لما نفهم راح نحل أي شيء. اللي بيحفظ في التحصيل يا إخواني سواء كان أدبي أو علمي، صدقوني لن يزيد عن 80 أو 70 أبداً،
ما راح يزيد عن 70 او 80 ابدا. اللي يبي فوق ال 80 85 90 95 للمية لازم يفهم كل كلمه صغيره وكبيره. يفهم الاسئله هذه؟ لا، يفهم هذه الاول ثم يطبق مثل ما طبقنا هنا. طيب، ينقسم الاسم من حيث التعريف والتنكير الى قسمين. إما يكون معرفة وإما يكون نكرة. خلينا نبدأ بالنكرة لأنها سهلة. يقول لك فلان هذا نكرة، يعني ما حد يعرفه. لا تاخذين على كلامها، تراها نكرة، يعني ما حد يهتم فيها، يعني ما حد يعرفها. لما نقول مثلا كتاب، والله أنا ماشي شفت كتاب، كتاب، أنا رأيت قلم، واو شفت سيارة، ما شاء الله ما شاء الله، سيارة تهبل، سيارة شو اسمها السيارة هاي وش نوعها؟ لا والله سيارة، سيارة شفته من أسبوع كده، عاملين ترند الكارت وما الكارت، صوري لي ما أدري إيش وكذا. هذا ينطبق عليه كلمة نكرة ومعرفة. صوري كارت، 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 كارت. هذا المسكين أو المسكينة اللي بتسمع ما يعرفها كارت إيش. صوري الكارت، هنا صرنا نعرف الكارت، كارت العائلة أو كارت كذا، كارت. طيب عندنا كلمة كتاب، ما ندري أي كتاب، كتاب الفقه، كتاب التوحيد، كتاب الرياضيات، كتاب التحصيلي، كتاب القدرات، ما ندري. لكن لما نقول صور الكتاب، كتاب ايش؟ الكتاب اللي كنا نذاكر فيه، ايه الحين كنا عرفنا الرياضيات او كذا، معرفة. يبقى عندنا نكرة، اسم يدل على غير معين، شيء ما حد يعرفه. بنات، لو انتم بتكلموا بعض يعني، بنات يلا بينا نروحوا استراحة، هذا اللي تمشي مع الشباب، شباب يلا نروح استراحة، استراحة، أي استراحة، أي استراحة. بنات يلا بينا نروح شاليه، شاليه، ما ندري أي شاليه، هذا في الدمام ولا في اسكندرية ولا في شرم الشيخ ولا في جدة ولا وين، ما ندري، لأنه نكرة. هنا يقول مثل رجل، بنات شفت الرجال، والله كذا رجال، احنا نعرف من هذا الرجال، رجل، في مليار رجل، في ملايين رجال، من هو ما ندري، رجل. هنا نكرة، يبقى نكرة زي رجل، كتاب، طاولة، قلم، طالب، نكرة. نكرة يعني إيش؟ يعني شيء عام ما نعرفه مين هو. لكن لما نقول الطالب، معناها إن إحنا بنأشر على هذا الطالب، هذا الطالب مجتهد مثلا، نقول هذه الطالبة ما شاء الله عليها، ما مجتهدة. لما أنا أتكلم كذا معناها إن هي قدام الطالبة هذه، فاللي أنا بكلمه يعرف إن هذه الطالبة هي سارة ولا نورة ولا هدى ولا وهكذا. يبقى نكرة ما نعرفها، ما أعرفها من اسمها، معروفة، اسم يدل على معين. يبقى عندنا نكرة وعندنا معرفة. مثل ما قلنا نكرة شيء ما هو معروف، نكرة ما حد يعرفه، معرفة معروف، مثل مشاهير كذا، مشاهير السوشيال ميديا كذا، فلان مثلا زي يقولوا مثلا زي هند القحطاني، هذا في احد مثلا، قلنا هند القحطاني في احد ما يعرفها؟ كل الناس تعرفها، ها زي كذا معرفه. لو قلنا مثلا سعديه عبد الحميد، في احد يعرف يسمع عن سعديه عبد الحميد هذه؟ ما حد يسمع عن. يعني لو قلنا هند القحطاني
معظم الناس تعرفها مثلا، على الاقل انا بضرب مثل، لو قلنا سعديه عبد الحميد ولا سعديه عبد المجيد ولا رضوانه مش عارف ايه، نحط كده اسم غريب ما حد يعرفها. فالمعرفه من اسمها معروفه، يعني يوم ما نقول الكلمه هي بتدل على هذا الشيء. يبقى معرفه اسم يدل على معين، شيء معروف. لما نقول يلا يا بنات ترى الدكتور بدأ في شرح الكتاب، بدأ في شرح الكتاب. طيب يلا يا بنات ترى الدكتور بدأ الشرح، كلمة الشرح هنا اسم معرفة. انت الحين بتكلم البنات اللي في الدورة معنا بتقول لهم ايش؟ يلا يا بنات ترى الدكتور بدأ الشرح. معقول واحدة معانا تقول شرح ايش؟ فيزياء ولا كيمياء؟ معروف ان انا بشرح لكم تحصيلي. يبقى بدأ الشرح، يوم تسمع الكلمة مو معقول واحد تقول بدأ الشرح، شرح ايش؟ لأن كلمة الشرح معرفة. طيب يبقى هنا نكرة غير معروفة، معرفة معروفة. طيب كيف نعرف ان الكلمة نكرة او معرفة؟ اعطينا علامات، اعطينا اشارة ان هي معرفة او غيرها. المعارف ستة أنواع: العلم. يبقى أول شيء من المعارف العلم، مثل ما قلنا من شوي الرياض، الدمام، جدة، الطائف، أحمد، محمد، سعد، نورة، سهى، منى. يبقى العلم اللي هو اسم، العلم اللي هو علم على قرية، مدينة، محافظة، اسم إنسان، اسم ولد، اسم بنت، سارة، نورة، هدى، نورة، منى، أحمد، محمد، حسين، علي، وهكذا. هذا العلم، العلم يعني اسم كده، علم يساوي كلمة اسم. مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، دبي، كل هذه أسماء. يجينا بقى أسئلة عليها زي كده كتير، كل هذه ما بتحتمل الحفظ، بتحتمل الفهم. ثاني شيء الضمير، الضمير اللي هو إيش؟ أنا، أنت، هذه ضمائر. يبقى أنا، أنت، هذه ضمائر. هو، هي، نحن، أنت، أنت، أنتما، كل هذه ضمائر. ضمائر يعني إيش؟ أكيد مرت عليكم ضمائر الغائب، ضمائر المتكلم. خلينا نقولها واحدة واحدة. ضمائر المتكلم اللي هو أنا، أنا بتكلم عن نفسي، أنا لو أنا الحالي. طب لو إحنا كتير نقول نحن، اللي أنتوا في لهجتكم تقول إيش؟ حنا يا بنات، حنا يا بنات كذا رايحين كذا، حنا اللي أنتوا تقولها حنا هذا. يبقى أنا أو نحن هذه ضمير متكلم، ضمير إيش؟ متكلم. يبقى أنا طالب، او انت يعني لو امراه بتتكلم تقول انا طالبه، يعني انا تمشي مع طالب وطالبه، تمشي مع رجل ومع انثى. انا رجل، واحد تقول انا بنت تمشي انا. طيب لو احنا جماعه تمشي برضو نحن الطلاب، وتمشي برضو مع البنات نحن الطالبات. هذه ضمائر متكلم. مخاطب بقى أنت، أنت، أنتم، أنتما، وهكذا. شاهد إن الضمائر هذه معرفة. الضمائر إيش؟ معرفة. يبقى أي علم معرفة، أي اسم معرفة.
أي ضمير معرفة يجينا زي كذا؟ أي من التالي معرفة؟ الرياض، وقعت، نامت، طاحت، باتت. ناخذ الرياض. أي من التالي معرفة؟ أنا، يا يذاكرون، يأكلون، يكتبون، يلعبون. ناخذ أنا. وهكذا طبعا يأتي على جميع الهاد، يعني ممكن تجينا زي كذا: أنا، أنت، هو، نحن، أنتما، أنتم، وهكذا. يبقى الشاهد أي علم، يعني أي اسم معرفة. لما نقول فهد معرفة، شهد معرفة، سارة معرفة، سعيد معرفة، أي اسم معرفة، أي اسم بلد معرفة: مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، لندن، أمريكا، كل هذه معرفة. الضمائر كلها معرفة، اللي هي أنا، أنت، أو هذه، أو أنت، أو أنت، أو أنتما، أو أنتن، هو، هي، كلها ضمائر تكون معرفة. يبقى أول حاجة العلم، ثاني شيء الضمير، ثالث شيء اسم الإشارة. اسم الإشارة من اسمه أنه يشير على شيء. هذا، يوم أقول هذا معناها أنا بأشر بيدي على أحد. هذه هنا نقول هذه، أنا بأشر على وحدة أو بأشر على شيء مؤنث. هذه سارة، هذه سيارة، هذه طاولة، بنأشر على شيء مؤنث هنا. يبقى هذا بنأشر يعني إيش؟ بنشير، بلهجة المصريين أنا بنشاور على شيء، بنأشر على شيء، بنعلمك إن في شيء هنا، أنت بترى فيك شيء هنا 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 هنا، أنت تنظر في مكان يقول لك هنا هنا هذا، تنظري يسار يقول لك هذا 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 اللي واقف هذا هذا، معناه إن أنا بأشر. هذا للمذكر، هذه للمؤنث، هؤلاء للجمع. هؤلاء الطلاب ممتازون، هؤلاء الطلاب مبدعون، أولئك أيضا. هذه كلها أسماء إشارة، تلك هذه أسماء إيش؟ إشارة. رابع شيء من الأشياء اللي هي بنسميها معرفة، الاسم الموصول. الاسم الموصول، شفتوا من شوية ضربت لكم الترند اللي أقول لك إيش؟ صوري لي الك وش الك؟ صوري ال كذا. كلمة ال هذه شيء موصول باللي فات، اللي في غرفة النوم، اللي في غرفة كذا، هذا اللي أنا بتكلم عليه معناه شيء موصول بالذي قبله. لما نقول الذي، صوري الكرت الذي في الشنطة، الذي، صوري البطاقة التي في غرفة النوم، التي، الذين، هنا اسم موصول. يعني إيش اسم موصول؟ بتكلم على شيء غير معلوم ثم نتكلم عليه مرة ثانية. الذي، التي، كتاب التحصيل، وقاعد نتكلم كده. الذي يشرح، الذي، التي، الذين. المعرف بأل هذا معرفة. يعني لما نقول طالب، في كم طالب في العالم؟ هذه نكرة.
لكن لما نقول الطالب هذا معرفة، معناها بتكلم على طالب معين. كتاب مثل ما قلنا من شوي، ما ندري أي هذا كتاب، أي كتاب؟ الكتاب، الكتاب. هنا الألف واللام هنا صارت خلت حولت الكلمة من نكرة إلى معرفة. من نكرة يعني إيش؟ قلنا يعني شيء غير معروف. معرفة يعني إيش؟ يعني شيء صرنا عارفينه. سوي الكرت، الكرت هنا صار معرفة. صور الكرت. الكرت هذا واحدة تقول لا ده هم ترى يقولوا صور الكرت، هم يسألون إيش الكرت وكذا. كلمة الكرت الحالة هنا معرفة. معرفة ليش؟ لأن فيها ألف ولام. يبقى أي كلمة فيها ألف ولام هي كلمة معرفة. القلم، الكتاب، السيارة، الطالب، الطاولة، البنت، الولد، المدرس، الدكتور، الطبيب، المهندس، كلها معرفة. إيش سبب أنها معرفة؟ أن فيها ألف ولام. سادس نوع والأخير من المعارف اللي هو المضاف إلى معرفة. هذا مثل المثل المصري اللي يقول إيش؟ من جاور السعيد يسعد. هذا كذا مثل زي كذا، واحد سعيد، واحد جاره يكون سعيد مثله، واللي بجاور الكئيب يكتئب. واحد مع يعني ماشي مع صحبة كئيبة يجيب عليه الكآبة، واحد مصاحب واحد كئيب يجيب له الكآبة، واحد مصاحب واحد فرفوش ويمزح ويهزر كده، دايما يلقي السعادة على الجميع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش قال تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ البسمة هذه بتنتقل مني إلى غيري. فالمضاف إلى معرفة. كلمة كتاب نكرة. طيب كتاب الطالب، كتاب التحصيلي، كتاب ناصر، نكرة ولا معرفة؟ هنقول معرفة. ايش فيك يا دكتور؟ من شوية تقول كتاب نكرة، ولما نحط لها الف ولام تصير الكتاب، تصير معرفة. الحين تقول كتاب ناصر نكرة معرفة، كيف؟ احنا قلنا من جاور السعيد يسعد. ناصر اسم معرفة، والمضاف إلى معرفة يصير معرفة. تعرفون مثل إيش؟ في حياتنا العادية لما يكون إنسان مشهور، مرة مشهور، بتصير حتى وانتم كرام حتى الخدامة حقتهم مشهورة. ما تشوفوا ناس من المشاهير كده حتى يصوروا مع الخدامة نفسها، تلاقي معظم الشعب عارفين الخدامة حقتها هذا شو اسمها وشكلها، مع انها خدامة ما ذكرت في اي بيت ولا انعرفت المسكينة في اي مكان. كذا من جاور السعيد يسعد. كذا كتاب الطالب، كتاب التحصيلي، كتاب ناصر، كتاب القرآن الكريم، كل هذه الكلمات معرفة. إيش السبب إن هي معرفة مع إنها ما فيها ألف ولام؟ أنها مضافة إلى معرفة. كيف؟ كتاب ناصر، ناصر معرفة. كتاب التحصيلي، التحصيلي معرفة لأن فيه ألف ولام، فتصير كتاب مضافة لشيء معرفة، تصير معرفة. يبقى إلى الآن إحنا إيش قلنا؟ قلنا الكلام في حياتنا كلها ثلاثة أقسام. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. احفظوا هذا بس، واسم وفعل ثم حرف الكلم بس. هذه خلاص، خلصنا من أنواع الكلام وأقسام الكلام. يبقى الكلام إما يكون اسم أو فعل أو حرف. اسم مثل يعني إيش اسم؟ قلنا ما دل على معنى في نفسه. مجرد ما نقول الرياض
خلاص عرفنا ان هذه مدينه الرياض. مجرد ما نقول مكه عرفنا هذه مكه، مجرد ما قلنا جده عرفنا هذه مدينه جده. ما هي محتاجه شيء يعرفها، ولا محتاجه زمان ولا الحين، خلاص معروفه، ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. ومن علامات قبول الاسم قبوله او ان يدخل عليه الجر. انا في مكه، ذهبت الى مكه، الحين يسمون بنات باسم مكه، صار يسموا مكه على البنات على الاناث. انا واحد قلت انا سلمت على مكه، في بنت اسمها مكه سلم عليها. انا تزوجت بمكه، تزوج مكه يعني، هذا لو اسم بنت، تمام. يبقى الجر دخول التنوين عليه طالب، طالب، طالبا. قبوله النداء، يا محمد، يا سارة، يا نورة، يا فهد. أي سارة، أي نورة، أي فهد، مثل ما جاء في الأدب راح يجيكم، أي بنية، هذا إيه؟ نداء. دخول آل التعريف عليه، ده رابع إيش؟ رابع شيء، دخول آل التعريف عليه. يبقى عندنا علامات الاسم، الجر، التنوين، النداء، دخول آل التعريف. طيب قلنا هذا اسم، ينقسم الاسم هذا الأقسام، نعم، لأكثر من قسم راح يجينا غير هذا، لكن من حيث التعريف والتنكير نوعين، إما نكرة وإما معرفة. النكرة يعني شيء نكرة، يعني شيء غير معروف، شيء ما احنا عارفينه، ما احنا فاهمينه، شيء غير معين، ما هو واضح، ما هو معروف، مثل رجل، طالب، طاولة، سيارة، بيت، شغالة، غسالة، كذا حاجات ما نعرفها، تمام؟ مو مقصود ما نعرفها يعني ما نعرفها بعقلنا، لا، يعني غير واضحة. يعني في مليون طالب في الدنيا، في مليارات السيارات، في مليون سيارة، فأنا ما حددت شيء معين. المعرفة شيء معروف، اسم يدل على معين. يعني لما نقول سارة، هذه معناها نقصد سارة، ما أقصد نورة ولا وضحة ولا هدى ولا منى. واحدة تقول لي تمام، في مليون سارة، إيه، أنا أقصد سارة اللي قدامي، سارة اللي حضرة معي، سارة اللي حضرة معنا في المجلس، سارة اللي معنا في الدورة، سارة اللي مثلا معنا في البيت، لو أنتم مثلا بتكلموا في البيت، وين سارة؟ لو أنتم في البيت مثلا، معروف سارة اللي في البيت اللي عندكم، مو معقول بنتكلم على الأميرة سارة مثلا، ولا الأميرة نورة، ولا احنا بنتكلم على شيء معين، تمام؟ يبقى العلم أول شيء في المعرفة، العلم، أي اسم هو معرفة، الرياض، مكة، جدة، الدمام، أبها، عسير، كل هذه معرفة، الأسد، فهد، نمر، كل هذه معرفة، سارة، نورة، هدى، منى، كل هذه معرفة، سعد، أحمد، فهد، كل هذا معرفة. الضمير، مش الضمير يعني فلان هذا ضميره طيب وكذا، لا، عندنا الضمائر، في ضمائر متكلم، ضمائر متكلم زي إيش؟ أنا، أنا سعد. واحدة تقول أنا نورة، أنا سارة. العام أنا طبعا دائما في كل دورة بثبت اسم أتكلم عليه بالأمثلة، لأن تعرفون الدورة بنات، فكل شوية إذا قلت اسم واحدة تفكر أن أنا بتكلم عليها، لا، أنا بضرب. العام الماضي كنت أشرح على سارة على طول، أي مثال نحطه سارة كذا. هذا العام إن شاء الله حنثبت اسم نورة للشرح، يعني أي اسم نورة أنا أقصد بيها اسم عام كذا، يعني مثال فقط. أنا، واحدة تقول أنا نورة، هذا متكلم،
نحن، انتم بتتكلموا عن نفسكم مثلا، نحن انتم بتتكلموا تقولوا نحن طالبات، والطلاب يقولوا نحن طلاب، بيتكلموا عن نفسهم، هنا ضمير متكلم. يبقى انا ونحن ضمير متكلم. طيب ضمير مخاطب يعني ايش؟ مخاطب يعني بنكلمك، بنكلم اللي قدامي. انت يا ولد، انت تسمعني، انت ايه، انت قوم جاوب. المعلمه في الفصل تقول يا ساره قومي جاوبي، في اثنين ساره، انا ولا ساره فلان يا استاذه، انت يا ساره، انت اللي بنشر عليك، انت. يبقى انت ضمير مخاطب، يبقى انت، انت، انتما، لو انتوا اثنين، انتما طالبين مجتهدين، انتما طالبتين مجتهدتين. يبقى انا، نحن، متكلم، انت، انت، انتما، او انتم طلاب مبدعون. لما اتكلم على البنات اللي قدام نقول انتم اميرات مبدعات، انتن. هذه بنخاطب بها الاناث، البنات يعني، لما يكون اكثر من واحده. لما نقول لك يا نوره انت ذكرتي يا نوره، لما تكون نوره وساره ومنى وهدى، نقول انتن ذكرتن، انتن، انتن. لما نكلم مجموعه من الناس نقول ايش؟ انتن. طيب لما نكلم مجموعه من الشباب نقول انتم. هذه الكلمه المنتشره عند الاباء، انتم جيل تعبان، انتم جيل ضايع كذا، انتم. لما نكلم الشباب انتم، انتم شباب الله يصلحكم كذا. لما مثلا لكين ينفع نقول على البنات انتم؟ لا، انتن طالبات مبدعات، انتن، انتن. كل هذه ضمائر معرفه. يبقى من المعرفه العلم، الضمير اسم الاشاره. اسم الاشاره يعني بنأشر على شيء، هذا، هذه، هؤلاء، اولئك، تلك، كل هذه اسماء اشاره. من الاشياء المعرفه الاسم الموصول، الكتاب الذي قرات، التي فهمت، الذين. المعرف بآل، أي كلمة فيها ألف ولام هي معرفة. القلم، الكتاب، الطاولة. المضاف إلى معرفة مثل إيش؟ كتاب القراءة، كتاب ناصر، كتاب التحصيل، وهكذا. تعالوا هنا، أنا في العادة بشرح و بحل الأسئلة، لكن هذا أول يوم بشرح وحل الأسئلة في نفس الوقت. يعني في الأول أشرح وبعد كده نحل الأسئلة مع بعض. لكن لأن أول يوم، لعل بعض الناس لسه ما تعودش فتكون فتح المايك كل شيء. ما دل على حدث مرتبط بزمن؟ تعالوا هذا نشوف إيش هذا. إحنا قلنا في أنواع للشيء، اسم أو فعل أو حرف. تعالوا نشوف إيش الحرف، الفعل. الفعل هو ما دل على حدث مرتبط أو مقترن بزمن. مثل إيش؟ شرح، الدكتور اليوم شرح، أول درس، شرح، شرح. هنا فعل لأنه مقترن بحدث، اللي هو إيش؟ الشرح. مقترن بزمن يعني خلص، شرح، الدكتور شرح وخلص، شرح. يجينا سؤال زي كذا، ما دل على حدث مرتبط بزمن؟ هل هو الاسم ولا الفعل ولا الحرف ولا التنوين؟ هنقول الفعل، ما دل على حدث مقترن بزمن هو الفعل. طيب الأفعال هذه لها أنواع؟ إيه لها أنواع. في فعل ماضي، وفي فعل مضارع، وفي فعل أمر. سهلين جدا. ماضي يعني شيء مضى وخلاص، خلصناه. قرأت، كتبت، اختبرت، فهمت، شرحت،
الدكتور شرح أكل شرب نام فهم شيء خلصناه. هذه دائما في نهاية العمل لما يقولوا لما يحطوا انشودة خلصنا الدراسة، خلصنا خلصنا فعل ماضي، خلصنا خلصنا الدراسة، خلصنا فعل ماضي. طيب الفعل الأمر اللي هو احنا بنأمر فيه شيء، يا واد ادرس، اشرب، اضرب، افهم، اكتب، انصت، نام، يرجل نام، خلاص نام، كل هذه فعل أمر. الفعل المضارع اللي هو بدل على شيء بيحدث الآن، شيء بيحدث الآن، تمام؟ زي إيش؟ أكتب الآن، أنا أشرح، أفهم، أنصت. الآن أنت جلسة إيش؟ تسمع. بيقول أنا الحين واحدة أتكلم من الجلسة من الحضرة معنا، تقول إيش؟ أنا الآن يعني الوالدة الله يحفظها بتناديها، وين فلانة؟ وين ساء؟ وين نورة؟ أنا جلسة أسمع الشرح، أسمع الشرح. لن أذهب، لم أذهب. حنيجي فيما بعد حناخد علامات قبول، علامات الفعل المضارع اللي هو بيقبل حرف من حروف أنيت، اللي يبدأ بحرف من حروف إيش؟ أنيت. أنيت أول حرف الهمزة، أكتب، أشرب، أفهم، أدرس، هذا فعل مضارع. نون، أي فعل يبدأ بنون زائدة هتكون إيه؟ فعل مضارع. نشرح، نشرب، نشكر، نغفر، كل هذا فعل مضارع. أي كلمة تبدأ بياء هتكون فعل مضارع. يكتب، يشرح، ينصت، يفهم، يأكل، ينام، أي كلمة تبدأ بفاء بتاء هتكون فعل مضارع. تشرح، تفهم، تضرب، تنصت، تسكت، وهكذا. طيب يجينا، احنا قلنا الكلام ينقسم الى ثلاث اقسام: اسم، فعل، حرف، اللي هو الثالث نوع. الحرف ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره، يعني في على، وش على؟ تخيلوا كده واحد يقول لك على، يعني مثلا الحين واحد مرسل لك على الخاص على، حتقول ايش هذا، مجنون هذا ولا في كلام غير مفهوم. ما دل على معنى في غيره، لما نقول مثلا في المدرسة، ايه وين فهد؟ وين نورة؟ في المدرسة. وين نورة؟ في المدرسة. في السوق، في الشاليه، في النادي، في الجامعة إن شاء الله، الله يكتبها لكم جميعا. يبقى الحرف ما دل على معنى في غيره. يجينا سؤال زي كذا، ما دل على معنى في غيره، هو الاسم ولا الفعل ولا الحرف ولا فاعل؟ نقول الحرف. يجينا مثل زي كذا، أي من التالي حرف؟ أكل، شرب، يأكل، سعد، في، ناخذ في. لاحظوا احيانا ياتينا صيغه دائما لابد ان يجي سؤال في الاختبار، لا في لا كذا، سؤال معكوس كذا، اي من التالي لا يعد من المعارف، يعني ليس معرفه. لبنان معرفه، محمد معرفه، المعلم معرفه، لكن كتاب نكره. اي التالي يعد من الافعال المضارعه؟ احنا قلنا اي فعل مضارع يبدا بالحروف هذه، ا او نون او ياء او تاء، بنسميها كلمه انيت او ناتي. كلمه انيت او ناتي احفظوها كده، ناتي
أو أنيت. نأتي. أي من التالي يعد من الأفعال المضارعة قتال؟ تبدأ بألف؟ لا. تبدأ بألف أو نون أو ياء أو تاء؟ لا. هجر تبدأ بألف أو نون أو ياء أو تاء؟ لا. تحقيق تبدأ بألف أو نون أو ياء أو تاء؟ إيه تبدأ بتاء بس خليها شوية هنا. ليش ما أخذنا تاء تحقيق إنها فعل مضارع مع إنها تبدأ بتاء؟ هذا مصدر، والتاء هنا أصل من أصل الكلمة، يعني ليست زائدة. يعني ينفع نشيل التاء هذا نقول حقيق؟ ما ينفع. حقيق حقيق يعني صارت كلمة غير اللي احنا نبيها. أما أذاكر تبدأ بحرف من حروف أنيتو، وينفع نشيل الألف. ذاكر. ذاكر يا ولد. طيب الآن خدنا، بنعيد اللي احنا خدناه وهنفتح لكم المايك. انا الان مسكر المايك الحين، بعيد اللي احنا خدناه وبفتح المايك عشان لو في شيء ما فهمته. قلنا الكلام ثلاثة أنواع: اسم وفعل ثم حرف الكلام، يا اسم يا فعل يا حرف. الاسم مش هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. الفعل مش هو ما دل على حدث مقترن بزمن. الحرف مش هو ما دل على معنى في غيره. طيب الاسم ليه علامات؟ نعم الاسم ليه علامات، اللي هو ليه أربع علامات: إن يقبل الجر، يقبل التنوين، يقبل النداء، يقبل دخول ألف في التعريف عليه. ينقسم القسم إلى الاسم إلى قسمين: نكرة أو معرفة. النكرة شيء ما نعرفه، والمعرفة شيء معروف، شيء معين. المعرفة ستة أنواع، اللي هي العلم، اللي جميع الأسماء معرفة، زي الرياض، أحمد، أمجد، أسعد، حسين، علي. الضمير مثل أنا، أنت، أنتما، نحن، وهكذا. أسماء الإشارة هذا، هذه، هؤلاء، أولئك. الاسم الموصول مثل الذي، التي، الذين. المعرف بأل، أي كلمة فيها ألف ولام: القلم، الكتاب، الطالب. المضاف إلى معرفة: كتاب الطالب، كتاب التوحيد. النكرة شيء غير ما نعرفه: رجل، كتاب، سيارة. طيب الفعل قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما فعل ماضي، يعني خلاص شيء راح، أكلت، شربت، نمت، ذاكرت، خلاص هذا خلاص، قرأت، كتبت. وأمر اللي احنا بنؤمر به: كلي واشربي وقري عينا. الله عز وجل يقول لك: وكلي واشربي وقري عينا. كلي، اشربي، قري عينا، كل هذا أفعال مضارعة. المضارع أي فعل يبدأ بالحروف هذه: أنيت أو نأتي، وتكون زائدة، مثل أذاكر، نشرح، يشرح، تشرح، وهكذا. بنفتح المايك للي تبي تسأل، وقبل أن أفتح المايك بنوقف التسجيل عشان ما يطلع صوتك يعني.